قالوا لي مورينيو معمول على حفله في النرويج، قلت يا مرحبا اهلا وسهلا بيه. حبيبي مورينيو ده من ايام زمان والله، من ايام ما كان بيكسب مع توتنهام كانت الناس بتقول عليه ان هو مدير فني عالمي، ولما كان بيخسر كان بيبقى مدير فني على قده. هو مورينيو كده، لما بيكسب بتشكر فيه ولما بيخسر بتقطع فيه، لان في النص كده الاداء ما بيعجبش اي حد. مورينيو بيقدم الكوره اللي على مزاجه هو مش اللي على مزاج الجمهور، الكوره اللي على مزاجه هو راضيه هو، انما الجمهور بقى مش راضياك. فبصراحه قبل ما نرغوك في الكلام احنا نخش نتفرج على الاهداف، نشوف المهرجان اللي حصل على مورينيو ده. اول ربع ساعه دخل فيه جونين، بعد كده ربنا كرمه ولبس جون في الدقيقه 53، بعد كده ربنا كرمه ولبس ثلاث اجوان من الدقيقه 71 لحد الدقيقه 80. الله عليك يا سبيشال والله. نتفرج كده على الاهداف. بسم الله ما شاء الله من 6 يارد، الله عليك يا سبيشال. الواد بيشوط من 6 يارد، عاش يا سبيشال والله. خط دفاع هنا رغم ان هو كان معاد الفرقه كلها عشان طبعا بيلعب دور المؤتمر والكلام ده، ومعتمد على روي باتريسيو. ما خلاص بقى يا حاج، شفنا جوجل يا ولد. لا دي صعبه بصراحه، بصراحه صعبه قوي، حلوه قوي. لا روي باتريسيو ولا عيله باتريسيو بصراحه. ده كارلس بيريز ابننا اللي خارج من لاماسيا، راح هناك عندهم هناك في روما. مورينيو عمل فرقه حلوه الامام، وهو مورينيو من زمانه بيعرف يعمل فرقه كويسه، بس بعد ما بيعملها الدنيا بتبوظ معاه. كل الكور من 6 ياردة بسم الله ما شاء الله. وده يدينا درس في عالم كره القدم ان احنا ما نحطش مساكين وخلاص. ده انفرادات، ده ركبه تريسو جاي يتهز النهارده. مورينيو لعب في خط الدفاع فراح لابس اوبا، وده اللي حصل عزيزي لما جوزيه مورينيو بنفسه يروح النرويج يلعب قدام فرقه مع ما حدش عارف اسمها ايه. بس هو ده عزيزي قدر المدربين الكبار، ان هم لما يتغلبوا يتحفل عليهم واحنا نصيطهم بصراحه. بس هذا مورينيو لما بيكسب بنلاقي ناس في العالم من تحت الارض تقول لك احسن مدير فني في العالم بامكانيات متواضعه، فلما يخسر لا نقعد نحفل عليه. خصوصا ان هو كان لسه بيتكلم عن نيوكاسل، وان هو يعني شايف ان مشروع فيلف نيوكاسل مشروع قد يكون ناجح، وناس تانيه شافت ان هو يعني بيلم كده محاولات ان هو يروح يرجع الدوري الانجليزي عن طريق نيوكاسل. فالدنيا بالنسبه لسبيشال مش واضحه، وبالنسبه لجمهوره مش واضحه. واحنا قلنا نطلع الفيديو ده نحفل على سبيشال زي كل الناس اللي ليها حق انها تحفل على الراجل ده، عشان ياما حرق دمنا كتير. فبصراحه ياما احلى وقعات مورينيو بالنسبه لنا. اللي عجبك الفيديو اعمل لايك، ان ما عجبكش اعمل ديسلايك او سبسكرايب. وفي الحالتين عزيزي تذكر دايما ان مورينيو كان حلقني قوي كده عشان خاطر كان بيعمل معايا غلط قوي كده وهو موجود في ريال مدريد.